نتمنى نشوف واحد المغرب غدا افضل من المغرب اللي كنعيشوا فيه اليوم، فين يمكن لبنتي تعيش بواحد الشكل افضل، فين يمكن لها تستافد من واحد التكوين ذو مستوى عالي، فين يكونوا فرص العمل متاحه للشباب، وفين يمكن لها تساهم كباقي ابناء الشعب المغربي بواحد الشكل ايجابي وفعلي في تطور البلاد. فما عمرها بغات تنسالي الصوره نتاع واحد الشاب عنده تقريبا 33 سنه في النواحي ديال مراكش في واحد الدوار اللي كان عنده حرقه انه ما قراش، ما استفادش من التعليم الاولي بكل بساطه حيت ما كانش مدرسه في الدوار ديالهم، وكان خدام بائع متجول حول الاسواق، وقرر انه ياسس جمعيه مع مجموعه من الاصدقاء ديالو في المنطقه ويحاول يوفر نصف ديال الارباح ديالو من اجل انه يبني مدرسه، وتوفق انه يبني مدرسه، وهذه المدرسه هذه عندها واحد المستوى واحد الجوده عاليه بزاف، وتما حسيت بالاهميه انه لو كان عندنا شباب هز الهم ديال البلاد وباغي يخدم وتاثر في واحد الجمعيات جاده ودات واحد الاهداف واضحه انه يمكن نزيدوا بلادنا للقدام. الاخلاص والصدق في العمل ونحاولوا نتقنوه، اضافه ان الانسان خصو يكون كيتمتع بواحد شويه ديال روح المسؤوليه، وبطبيعه الحال خصنا يكون عندنا واحد الرؤيه وواحد التصور على المدى البعيد. فلله الحمد انني تمكنت من واحد المعرفه ولو نسبيه بالقيمه المضافه اللي عند الشباب المغربي وعند الجمعيات الجاده والقويه على التراب الوطني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، شنو يمكن لها تعطي الى تعاملنا معها مزيان ونزيدوا للقدام. فكنتمنى ان الدوله المغربيه توعى بالاهميه نتاع هاد جوج فرص ولا جوج مؤهلات اللي عندنا في بلادنا واللي هما الشباب والجمعيات، فخصنا نوجدوا لهم الفرص، نوجدوا لهم وسائل العمل، ونحاولوا نعطيوهم الامكانيات ومن المقدرات باش يمكن لهم يساهموا في بناء مغرب افضل، مغرب اللي كنتمناوه جميعا.